في آخر 300 سنة لا يمكن قياس ما حصل قبل ذلك. يعني بجوز حجم إنتاج قيمة في 1 بالمليون. حتى في الحضارات الكبرى السابقة 1 بالمليون مما حققته الحضارة الحديثة. طبعا الحضارة الحديثة ولدت إمكانيات يعني قدرات إنتاجية هائلة، ولكن أيضا قدرات تدميرية هائلة. يعني لاحظ أنه يعني في هناك وجهان لهذا التطور. الآن وأيضا وضعت هنا نموذجا صناعيا للإنتاج المالي. نموذجا صناعيا لأن الآن بعد ما وضحت طبيعة أن هناك صناعة معرفة ضخمة، وحاولت أن أفسر لماذا نشأت في آخر 200 عام صناعة المعرفة بهذا الحجم الكبير، هنا أريد أن يعني أريد أن أفهم صناعة المعرفة. ليش يعني لماذا نريد أن نفهم صناعة المعرفة هنا في الوطن العربي تحديدا؟ ببساطة لأننا يعني ليس لدينا صناعة، ولا نستطيع أن نعود إلى التاريخ، ولا نستطيع أن نلج العصر ما لم نطور صناعة المعرفة، ولا نستطيع أن نطور صناعة المعرفة بدون أن نفهمها. علينا أن نفهم صناعة المعرفة بكل أوكيتها إذا أردنا في الواقع أن نتملك هذه الصناعة، أن نشارك في صنعها. هذا طبعا هنا نبدأ من التشكيلة الاجتماعية أي المجتمع. من المجتمع تنبثق مؤسسات تربوية وإعلامية وثقافية، ثم من عبر هذه المؤسسات لدينا دورة إنتاج المال. الآن نركز على دورة إنتاج المال. لدينا مواقع الإنتاج، ولدينا المنتجون، ولدينا المادة الخام، والمنتجون في الواقع يتفاعلون مع موضوع المعرفة عبر هذه الدورة. موضوع المعرفة في الحالة التي أتكلم عنها هو الطبيعة، لأنني أتكلم بصورة خاصة عن علوم الطبيعة. فهذا النموذج يبين العناصر الرئيسية في عملية إنتاج المعرفة أي في صناعة المعرفة. لا نلاحظ أنه أنا أقول صناعة المعرفة، معنى ذلك أن المعرفة صناعة، يعني تشترك مع الصناعات الأخرى في كثير من المظاهر. نحن نعلم أن الصناعة تحتاج إلى موقع، مثلا مصنع، تحتاج إلى منتجين، تحتاج إلى أدوات إنتاج، تحتاج إلى مادة خام، تحتاج إلى أساليب إنتاج، ثم نصل إلى المنتج وتسويق المنتج أو توزيع المنتج. أريد أن أطبق هذا النموذج الصناعي أيضا على إنتاج المعرفة. يعني إذا نتكلم يعني في بادئ الأمر نتكلم عن صناعة المعرفة كما نتكلم عن الصناعات الأخرى. نبدأ مثلا بالكلام عن مواقع إنتاج المعرفة، مصانع المعرفة إن شئت. مصانع المعرفة الآن في العصر الحديث كما تعلمون هي الجامعات بشكل أساسي، ومراكز الأبحاث، وأيضا وحدات البحث في المصانع والشركات الكبرى. لاحظوا انه يعني في الجامعه يعني اغلب المعرفه تصنع في الجامعات ومراكز البحث. اذا يعني هاي انا بعطيكم يعني كمشروع دراسه انه ممكن للمرء ان يدرس كيف نمت الجامعات وكيف نمت مراكز البحث العلمي منذ مثلا مطلع القرن العشرين حتى الان. يعني ممكن نرسم رسوما بيانيه توضح كيف نمت هذه المؤسسه في اخر 100 عام. طبعا ممكن لأي منكم أن يقوم ببحث من هذا القبيل أو أن يكلف مجموعات من الطلبة بإجراء مثل هذا البحث، ولكن نحن يعني نستطيع أن نقدر النتيجة التي سيتوصل إليها البحث. الواقع سنجد يعني مثلا مؤسسات البحث العلمي بدأت ربما في مطلع القرن العشرين مؤسسة بحث علمي وحيدة في ألمانيا في مطلع القرن العشرين. بعد ذلك بدأت تتوسع. توسعت هذه المراكز في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، الولايات المتحدة، ثم أضحت تعد بعشرات الآلاف من مراكز البحث في العالم كله.
يعني ظاهرة حديثة بدأت في الواقع بمركز بحث علمي واحد عام 1900 وثم بعد ذلك بدأت تتصاعد ثم تصاعدت السياق إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. نفس الشيء الجامعات، شوفوا إلى أي مدى توسعت الجامعات في آخر حتى 20 عام. خذوا الأردن من جامعة جامعتين الآن عندنا حوالي 30 جامعة. وأخذوا طبعا نفس الشيء ذاته يقال عن الولايات المتحدة الأوروبية الغربية عن اليابان روسيا إلى آخره. كيف هذا التوسع المذهل؟ وطبعا هذه هي مصالح المعرفة. هذه مصالح المعرفة مراكز الأبحاث والجامعات بشكل أساسي. المنتجون هم ما نسميهم العلماء، نمط جديد من المثقفين نشأوا في العصر الحديث من العاملين في مجال المعرفة وهم العلماء. العلماء هم الذين ينتجون كما نعلم المعرفة، وهم عبارة عن شبكة من العقول الخلاقة، وأركز على كلمة الخلاقة، والمدربة والمؤهلة، وأيضا أركز على المدربة والمؤهلة. ليس هناك خلق بدون تدريج المفاهيم. في بعض الناس يحطون كأنهما متضادان، ولكنهما ليسا كذلك. هما مكملان لبعضهما، خلاقة ومدربة ومؤهلة. وطبعا يساندها طاقة من الإداريين والفنيين والمهندسين. نأتي إلى المادة الثالثة، يعني لدينا العلماء وهم الذين ينتجون، مثل عمال المصانع مع فارغ. مادة الخام، أريد أن أسأل ما هي مادة خام المعرفة؟ طبعا هنا الكثير من التصورات في هذه المسألة، ولكن أنا من خبرة المعرفة تاريخ العلم ومعرفة أستطيع أن أقول، يعني أسمي المادة الخام للمعرفة الموروث في المعرفة، epistemic heritage، الموروث المعرفة. يعني كل عالم يعمل على موروث معرفي ويعمل به أيضا، به وعليه. هذا الموروث المعرفي هو عبارة في الواقع طبعا شبكة من الأفكار والممارسات، شبكة معقدة ومتنوعة من الأفكار والممارسات. ويشوفها قدر من اللاتجانس وقدر من اللاتماس. من الخطأ أن نظن أن العلم هو عملية منطقية بحتة. ليس الأمر كذلك، العلم ليس كذلك، وإنما العالم عندما يبدأ بالعمل، العلمي، فإنه يجد أمامه موروثا معرفيا ويتأهل للتعامل مع الموروث المعرفي، يتأهل ويدرب للتعامل مع الموروث المعرفي. وهذا الموروث المعرفي هو شبكة معقدة من الأفكار والمفهومات والممارسات والأدوات والأجهزة إلى آخره، وهو يشوفه قدر كبير من اللاتجانس ويشوفه قدر كبير من اللاتماسك. ونجد أن هذا الموروث المعرفي عادة تكون فيه إشكالات، لا يقينيات، تناقضات، ثغرات، نواقص، أسس ناقصة إلى آخره. يعني العالم يأتي ويجد المشكلات مكتوبة في قلب الموروث المعرفي، وهو يشتغل على هذا الموروث المعرفي ومن أجل حل هذه الإشكالات، حل التناقضات بين الأفكار، من أجل سد الثغرات، من أجل تأسيس لما هو ليس مؤسسا وما إلى ذلك. يعني العالم يشتغل على الموروث المعرفي وبه من أجل حل الإشكالات الموروث المعرفي. فأنا أطرح هذه الفكرة أن المادة الخام للمعرفة هو الموروث المعرفي الذي يشتغل عليه وبه العالم من أجل حل تناقضه. طبعا يسعى العلماء باستمرار إلى خلق مزيد من التجانس المنطقي والتناسق المنطقي لهذا الموروث المعرفي. ولكن هناك دائما حلم لدى العلماء أن يصلوا إلى أن يحولوا الموروث المعرفي إلى جسم متماسك تماما ومتجانس تماما من الناحية المنطقية.
تماما مثل هندسة أوكلينوس. يعني ربما المثال الأكبر في ذهن كثير من العلماء هو هندسة أوكلينوس، إنه اللي هي عبارة عن نظام منطقي محكم ليس فيه تقريبا ثغرات، يرتكز إلى مجموعة من المسلمات ومجموعة من الأساليب المنطقية، بناء صرح متجانس ومتماسك. ربما هذا هو المثال الذي الموجود في ذهن العلماء، هم يحاولون أن يحولوا الموروث المعرفي إلى نظرية كل شيء theory of everything. ولكن هي حال أعتقد طبعا هذا شيء مهم، هذا الوهم وهم خلاق ولكنه وهم في النهاية. أعتقد أننا لا نستطيع